لان طبعا ايه، انا في البتيشة عرفت ازاي الاغنية العالمية بتتعمل، لان كنت بعمل هندسة عكسية، تيجي للصوانة اسمعها واعرف البيس جيتار بيلعب ايه، الالكتريك جيتار بيلعب ايه، الاورج بيلعب ايه، الفايلنز ايه، لا لا لا، وازاي دي كلها حاجات فوق بعضها. أيوة. بنسميها هيدن بيوتي. انت وانت بتسمعي حضرتك اي اغنيه، نفرض من الاغاني المشهوره قوي وين ذا رومبل سان دان دان دان، الموضوع مش كده، ده المل، ده الاوبيس، ده الاوبيس بيوتي اللي انت شايفاه وسامعاه المرئي يعني. تحته في حاجات كتير اسمها هيدن بيوتي اللي بتخلي ده مقبول قوي. يعني انت لو لعبتها كده بصباع واحد ده الاوبيس بيوتي، لو لعبتها بقى كويس بكل العلوم الموسيقيه يبقى دي مكتمله، لان المخ بيتمتع بفصينه. طب استخدمت التركيبه دي في الحانك ازاي؟ ما انا حتى الشعبي يعني، يمكن انا عملت ده مثلا كان مقبول قوي مع الفنانه العظيمه نجاة، انا بعشق البحر. أيوه. وبحلم معاك ويوم الهنا والحاجات دي كلها. لكن انا لما طلب مني ان انا اعمل حاجه العدويه عملت بنفس الطريقه، لدرجه ان دلوقتي ما فيش اي حد شعبي بيغني الا ما وراه درامز وبيس جيتار والكتريك جيتار، اي حد. فده اتعمل ايام يعني كان اول مره في زحمه الدنيا زحمه مع عدويه. وانا اصريت على ده، كان يعني لا المنتج كان عايز واللي إيه، لا اصل الشعبي ما فيهوش بقى بيس جيتار ومش عارف إيه، لا. ومع كده صممت عليه. طيب نصيحه الاديب الكبير الاستاذ نجيب محفوظ لكم هي اللي جعلك يعني تكون هذه الفرقه الجديده؟ ما هو حط على، وهل التسميه تسميه المصريين كان ايضا يعني بدافع منه؟ انا اظن لا، لان ما انا هقول لحضرتك يعني ما كانش في اي فكره ان انا هعمل فرقه. وهقول لحضرتك ليه اسم المصريين، ثلاث حاجات. واحد، ان جه الصحفي الاستاذ محمد قبيل وحضر بروفا معانا وشاف ان دي حاجه جديده، هو موسيقي على فكره، شاف ان دي حاجه جديده فكتب المصريون قادمون بطريقه جديده. اتنين، كان الاسم ده اتلغى لان احنا كنا في 67 الجمهوريه العربيه المتحده. ايوه، لما مش بس الجمهوريه، الاقليم الجنوبي. لما جت 73 وعدينا وانتصرنا الانتصار الباهر ده، السادات رجع اسم مصر وسماها جمهوريه مصر العربيه، فبقى المصريين. يعني من هنا اشتقيتوا هذا الاسم الجميل. طبعا. يعني الثالثة، ان احنا كنا بنلبس جلاليب عشان نأكد الهوية بتاعتنا، الهوية المصرية. لغاية بقى ما ايه الناس خدموا علينا، ابتدينا بقى نغير في اللبس وبتاع مش عارف ايه. فدي الثلاث حاجات الروافد اللي خلونا نسمي الفرقة كده.